8 فرق بدأوا مشوار كابيتانو مصر. فرقتين بس هما اللي كملوا لنهاية المشوار، فريق حمادة أمام وفريق على بوجريشة، اللي هيواجهوا بعض على لقب كابيتانو مصر الأول. وزي ما التجهيز البدني والفني مهم لمباراة بالحجم ده، التجهيز النفسي كمان ما يقلش أهمية. ده اللي عملته دكتورة رشا الجندي المستشارة النفسية لكابيتانو مصر. فين فرقة كابتن اليماني؟ وفين فرقة كابتن طارق السيد؟ دكتورة رشا جهزت جلسة خاصة للعيبة الفرقتين اللي هيشاركوا في النهائي، وأول حاجة عملتها إنها تفكر اللعيبة إنهم أصحاب وزملاء بصرف النظر عن المنافسة بينهم. كل واحد يبقى قاعد من فرقة جنبه حد من فرقة تانية. بعدها حاولت الدكتورة النفسية إنها تخلي اللعيبة يفكروا في إيجابيات زمايلهم، وإنها تدي مثال ناجح من اللعيبة دي لبقية أصحابهم في الفريق. عايزة أقول أربع أسئلة جاوب عليهم بينك وبين نفسك بسرعة في الورقة دي، تمام؟ بس بصراحة واللي انت هتختاره يكون موجود من اللي قاعدين، ما يكونش حد مش موجود، كلكم الفرقة موجود. أول حاجة، أكتر لاعب مش أناني في الملعب، مش أناني في الملعب في فرقتك. تاني حاجة بسرعة بينك وبين نفسك، ما حدش يشوف إجابتك. أكتر حد بيديك طاقة إيجابية قبل الماتش لما بتكون في المعسكر، اختار أكتر حد من زمايلك بيديك طاقة إيجابية. رقم ثلاثة، أكتر حد مش بيوترك قبل الماتش، لما بيبقى فيه ماتش مهم كده أكتر حد من فرقتك اللي معاك مش بيوترك، بالعكس بيحسسك إحساس كويس ويخليك تلعب كويس. يلا اللي خلص ما تفكروش، دي حاجات مش محتاجة تفكير. فين رزة؟ تعال يا رزة اتفضل اقف هنا. وفين عشري؟ عشري تعال اتفضل. عشري اقف ورزة مندو لو سمحت تعالى. مندو وعشري ورزة دلوقتي زمايلكم تقريبا، يعني في طبعا اسامي كتيرة بس انتوا اكتر اسامي عندي في الورق. زمايلكم اختاروكم ان انتوا بتدوهم طاقة ايجابية، مش بيتوتروا قبل الماتش، وان انتوا مصدر حاجة حلوة ليهم. ممكن تقولولنا ده بتعملوه ازاي؟ كل واحد يقولي بيعمله ازاي من غير ما يكون خايف ومتوتر قبل الماتش، تعمل ايه؟ طبعا قبل الماتش بنبقى مركزين، واحنا عندنا كابتن محترم، كابتن فريق اسمه مازن، بس هو مش متواجد يعني. واحنا قبل ما ننزل يعني برضه بنقعد نحمسه، حمو زيزو الناس اللي هم اللي عندنا السرعه دول بنقعد نحمسه. انت مثلا سريع، انت قبلها بيوم بقى، انت قبلها بيوم هنا في المعسكر، ازاي مش بتخلي زمايلك يكونوا متوترين، بيعرفوا يناموا كويس، ازاي بتعمل ده؟ احنا ساعات بنتجمع في غرفه، صعب بنقعد نقول احنا لازم نكسب ماتش بكره، ماتش بكره مهم. المحاضره دي كانت من اهم المحاضرات، لان دايما قبل النهائي بقى الخوف والتوتر والقلق بيزيد جدا عند اللعيبه. بداتها معاهم بالسؤال الموجه، كنت عايزه اخدهم بطريقه غير مباشره كده ان هم ما يبقوش متوترين. انا عايزه اقول لكم اهم حاجه، ان انتوا طالما وصلتوا للنهائي يعني انتوا الاثنين كسبانين، انتوا خلاص وصلتوا للقمة يعتبر، سواء في البرنامج أو برا، انت وصلتوا لحاجة حلوة قوي. فوانت نازل ما تحطش في بالك التوتر والخوف والقلق ان لحسن اخسر، لا انت كده كسبان. بعد كده دخلت على جزء فرع من فروع علم النفس، وهو علم النفس الايجابي، ان ازاي هيشوفوا دايما الجانب الايجابي من اي حاجه صعبه. لما قعدت اقول لهم انتوا الاثنين كده كسبانين، فعلشان يشوفوا الجزء الايجابي من الموضوع مش الجزء السلبي. وحاولت بدل ما اكلم أكلمهم عن التوتر، لا أكلمهم عن إزاي ما يكونوش متوترين، أو فايدة عدم التوتر. يعني خدت الطريقة العكسية للسلبية يعني.